السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله روتين من الدار مع الوليدات، مع الروينة ديال الدار اللي كديرها كل ام في الدار. كما ديما صباح الفطور هنا صراحة كان شي 11 هكا، ما فقتش بكري او لما كان فيقش بكري حيت باقي عندي الترابي صغيور وراكم عارفين عندهم ديك النعاس مقلوب، يعني كينعسوا بالنهار بزاف وبالليل السهرة لكم. يعني بالليل لنعس واحد الساعة ولا ساعتين وساعتين كتكون مقطعة هكا، يا كل شوية كيفيق. مهم هنا فطرت ونط حيت عندي شلة ما يدار وعندي بزاف ديال الروينة، كنجمع الحوايج حيت ان شاء الله غادي نرحل لدار جديدة ان شاء الله، وعندي بزاف ديال الروينة وكنحاول انني هكايا نعس الدراري او ليهم شي حاجة. المهم الدري ولدي كنعسو وبنتي كنعطيها شي حاجة تلعب بيها هكا باش ما تبقاش كل شوية جاية عندي، كلها راكو عارفين الدراري الصغار الا بقاو تيبرجطوك ما يخليوك ديري حتى شي حاجه. وهنا كنفطر وكنعقل عليه. كاس ديال القهوه وكاس ديال الاتاي بجوج بهم محطوطين وبجوج بهم تنشربهم. هاد القاعده صراحه تعلمتها من راجلي هو اللي هو مولاها. صافي هنايا دزت كان رضعت ولدي وعطيت وحطيت نعس ودست هكا البنتي عطيتها هكا شي حاجه باش تلعب، دوش ليها عطيتها شي حاجه باش تلعب باش ما تبقاش مبرزطاني وجربتها ليه صراحه الله شحال من مره. ودست كنجمع الحوايج كيما تشوفوا هكا عندي كراطن ديال الماعن ديال الويله اللي كتكون كلها جمعتها باش يجيني ساهل ان شاء الله نبدا نقل. وهذا شامبو وهذا شامبو ديما او فان دوش وهذا التالك، هذا واحد هذا البرودوي من صنع من الروز كيدار هكا في الماء اللي كيكون كيغسلو به الوليد ولا البيبي باش كيترخى وكيتكالم هكا وكينعس من مور الدوش. صراحه بقى مغزاله وشامبو ديالها كنديرو لبنتي حيت شعرها الزغبه ديالها رقيق وكتشنت في ساعه، يعني يوفى غير هكا يا تخرج من الدوش ولا بقى شعرها ناشف وبقى هكاك من بعد كيتخبل ما كيبغيش يتسرح. جربته ليها زوين، انا غير بغيت نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي انتريسي وصافي. باش هنا نبدا نقل ان شاء الله الرحيل يبقى يجيني كلشي ساهل. هنا الحوايج شي حوايج جمعتهم في حوايجي حوايج بنتي جمعتهم هنا في الكراتون والسكان وهكا البالز. هنايا المنطات كلشي مصبن ومردود يعني مجموع في بلاصتو باش ان شاء الله نمشي نلقى كلشي يعني كلشي نقي. وصافي غندوزو للغدا. هنا غنصبت واحد الطويجين وخليته كندير فيه هكا الخضرة شي شوية منوعة لود بنتي باش تاكل. ودست نصوب واحد الشلاضة. هنا غادي نسوطي لوبيا خضراء، درت ليها واحد بصيلة وشوية ديال المعدنوس وبزار ومليحة وصافي. ودي واحد شويه الزيت البلديه وهنا الروز درت شويه تستق. كما كتشوفوا كنستعمل انا هذا الروز، هذا ما تيخدش الوقت بزاف يعني شي 3 دقائق هكا كيكون مسلوق. وبطاطا قطعتها هكا مربعات كبار ودرتها هي تسلق. هنا الروز والذره
وشو ديال الطون، وهنا بطاطا درت ليها شويه ديال البصله ومعدنوس ومليحه وبزار، وهنا الباربه حتى هي كنخلط بهاد المايونيز وصافي. غادي نخلط كل شيء. والصراحه انا كنت من مور هذيك العياده ديك الجميع وتغديت غير بهذا الشيء، الطاجين ما قديتش عليه يعني خليناه حتى الليل عاد كليناه وصافي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم وكيف ديما تشجعوني، ومرحبا بالليل تحقق بالقناه. شكرا لكم بزاف بزاف.